ثمرة من ثمرات الإيمان والصدق والإخلاص في العبادة، رياض السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. رياض السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساؤكم باليمن والخير والبركات. أهلا بكم في حلقة جديدة وروضة متجددة بكم وبمتابعتكم أنتم متابعي برنامج رياض السعادة. موضوعنا اليوم في رياض السعادة الذي يأتيكم هذا البرنامج بالتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في حلقتنا يمكن اليوم 35 أسبوع مرت سريعا وجميلة بمتابعتكم وإشاداتكم واقتراحاتكم وأيضا إضافاتكم الرائعة في هاشتاج البرنامج رياض السعادة. اليوم روضة الشباب والمستقبل، الشباب حجر الزاوية ورؤية التنمية، هم واقع اليوم ومستقبل الغد. وإذا قلنا الشباب فإننا نضم الرجال والنساء وآباء وأمهات المستقبل وشباب ووقود اليوم، كيف لا، والخزن الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية هم شبابها من الشباب والفتيات الذين يقومون الآن على عديد من محاور ارتكاز التنمية في المملكة العربية السعودية، والتي ركزت المملكة العربية السعودية في رؤيتها وقيادتها على أن يكونون الشباب هم وقود المستقبل. للحديث حول هذا الموضوع ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حياك الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. الموضوع جدا شيق وحيو يعني وينبض بالحياة، وبالذات مع الدكتور خالد دكتور شيء مختلف، يعني حتى الحديث عن هذا الموضوع يعني إذا افتقد النبض والروح فنحن نفتقد الشباب. اليوم الشباب الشيخنا في البداية على الأقل، ليش نجيب موضوع مثل هذا الموضوع في برنامج مثل رياض السعادة ونقول روضة الشباب والمستقبل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أعظم رياض السعادة هي مرحلة العطاء، نعم، وبناء المستقبل. لذلك ونحن نتحدث عن رياض السعادة، من أفضل هذه الرياض هو أن نتحدث عن هذه المرحلة التي يصنع فيها كثيرا من الأمور التي نحقق بها السعادة. فالشباب تتحدد اتجاهاتهم وميولهم وأهدافهم في مرحلة الشباب، المراحل الأولى هذه. فالشاب هو الذي يحدد هل يذهب بهذا الاتجاه، هل يتخذ هذا الهدف. ولذلك نجد أن مثلا يتخرجون من الثانوية، لكن تجد أن لكل شاب هدف وطموح واتجاه يختلف عن الآخر. ممتاز. حتى في قول الله عز وجل والسورة التي نقرأها أيضا يعني كل جمعة سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. علاقة الشباب بالإيمان والتقى يا شيخ إلى أي مدى احنا نشوفه؟ الله جل وعلا أثنى على هؤلاء وأشار إلى أنهم فتية. فهذه الإشارة يعني ما قال كلمة عامة أنهم رجال أو وصف، بل أشار إلى مرحلة العمرية التي هم عليها. فقومهم كانوا على الكفر والضلال، أما هؤلاء الشباب فكانوا على الصلاح والاستقامة والاستجابة لدعوة الأنبياء والصالحين. ولذلك لما تأتي إلى دعوات الأنبياء تجد أن غالب من يستجيب للأنبياء والرسل هم الشباب. لماذا؟ لأن الشباب يكون في مرحلة لم تغلب عليه العادات أو التقاليد أو مسألة مثل العيب. يعني لما تأتي لأبي طالب وهو الكهل عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له أبو جهل ومن معه: أتترك دين آبائك؟ أتترك دين عبد المطلب؟ فقال أنا على دين عبد المطلب ومات على ذلك. إذن معناه أن الكهل تقيده العادات،
تقيده الظروف المجتمعية التي يعيش فيها. أما الشباب فإنه يتخذ القرار خاليا من هذه المؤثرات، يتخذ القرار بناء على قناعة عقلية وعاطفية، والإنسان يتكون من عقل وعاطفة. فإذا وجد العقل والعاطفة من غير شوائب مؤثرة عليه، فلا شك أن الشباب هم أحرى للاستجابة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلذلك أشار الله جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم، ثم أيضا لم يقل أنهم آمنوا هكذا، بل آمنوا بربهم، أي أنهم عرفوا بأن الله جل وعلا هو الرب، هو الذي خلق هذا الخلق، ما خلقهم عبثا، ما خلقهم هملا، إنما خلقهم لغاية، وهذه الغاية أنت تعرفها وأنا أعرفها والسادة المشاهدون يعرفونها. ولكن الذي يؤثر فينا أحيانا في عدم الاستجابة ما هو؟ هي هذه الضغوط والعادات والأحوال والمجتمعات التي نعيش فيها فتؤثر فينا. فكلما تأخرت في الهداية والإيمان كلما صعب عليك الاستجابة. ولكن ما ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتوب ولا يستجيب لله رب العالمين، ولكن تزداد الصعوبة. لماذا تزداد الصعوبة؟ لازدياد المؤثرات الخارجية. أما مرحلة الشباب وهي المرحلة التي نتحدث عنها هي مرحلة النضج والوضوح. الشاب الصغير بالذات من الشباب، وهي مرحلة تبدأ في منظمة اليونسكو يجعلونها من سن 18، ولكن في الإسلام لم يحددها بالسن، مجرد أن يصل الإنسان إلى مرحلة البلوغ يعتبر شاب خلاص، يكلف بسائر الأوامر والأحكام. فلذلك الشباب في الإسلام هي مرحلة تبدأ من مرحلة البلوغ والتكليف. لما تنظر إلى واقع هؤلاء الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ترى شيئا عظيما يذهل في عطائهم، في قوتهم، في حماسهم، في تضحيتهم. لعلنا إن شاء الله أثناء الحديث سنصل إلى أمثلة كثيرة جدا تعطينا هذه الأمثلة شيئا من التقدير لهذه المرحلة. لا شك أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير البشر، ولكن الذي نريد أن نميزه هو أن هذه المرحلة، مرحلة الشباب، مرحلة تستحق التقدير والاهتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهم ويجالسهم ويكرمهم ويجلهم ويهتم بهم. فلذلك كان الشباب يشعرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقيمتهم، فلذلك كل منهم كان يريد أن يقول ها أنا في هذا الميدان، ها أنا أعطي، ها أنا أضحي، ها أنا أفعل، ها أنا أقدم لديني ولبلادي ووطني ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في المقابل الشيخ، اليوم الشباب، يعني يمكن هذه لفتها قبل ما ندخل محورنا الثاني، الشباب اللي يسمعونك الآن وأنت تقول مثل هذا الكلام في قضية علاقة الشباب بالهداية والاستقامة، وأن الإيمان هو وقود من المرحلة، يعني صح التعبير، إيمان الشباب هو وقود المرحلة القادمة. اللي قاعد يصير اليوم في واقع الشباب، إن شاء الله مو بكلهم يعني، بس نسبة يعني أيضا ما هي قليلة، أنهم يكونون نسخ متكررة بسبب المفهوم اللي تفضلت فيه شيخنا، أنهم يصبحون على أثر وعادات تقاليد من سبقهم في العمر. إذا سلمنا بالنظرية اللي تفضلت فيها شيخنا وهي اليوم واقع اليوم، أنه الكبار يعني تحت مؤثرات العادات والتقاليد، إنما الشباب يصبحون على انطلاقة أكبر. سؤالي شيخ، كيف الشاب اللي يسمعك اليوم في أنه ما يكون نسخة مكررة ممن سبقه ولا في العادات والتقاليد، في العادات والتقاليد حتى يكتشف نفسه، يكتشف ذاته، يعني كيف يطلع؟ طبعا ما أشرت إليه هو جميل جدا، وهي رسالة موجهة إلى الشباب. يعني نحن نخاطب الشباب، لا شك أن هذا الشاب عندما يستمر على حياة معينة غير مقبولة، إما شرعا وإما عرفا وغير وعقلا، غير مقبولة هذه التصرفات منه، لا شك أن هذه النسخ التي تتكرر وتنمو ثم تكبر ثم تصير عالة في المجتمع لها أسباب. قد يكون الشاب يعيش تحت مؤثرات قبلية أو أسرية قوية جدا، وهذه مشكلة جدا واجهها النبي صلى الله عليه وسلم
في زمن النبوة مع وجود القبيلة. سبحان الله، يعني هذا شيء له أصل. له أصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيئة إن جهلت جهلنا معهم، وإن أحسن وأحسن معهم، وأنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه كانت البيئة التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يخرجهم، وهذا ما سنتحدث عنه. لكن الشاهد أن الشاب الذي مسألة طرحتها، أن هذا الشاب الذي تأثر وأصبح نسخ مكررة وغير مرغوب فيها من الناحية الشرعية والعقلية، إنما هو تأثر بعادات قبلية وانتماء قبلي أو عادات أسرية، وجعلته أسيرا لهذا المنطلق أو هذه الفكرة الغير مرغوب فيها. وإلا لو تحرر منها وترك لعقله أن يختار ويتأمل، وترك لنفسه أن تنطلق في الطموح وطلب المعالي، لوصل إلى أعلى الدرجات. نعم. إنما هو يفعل ذلك بسبب مثلا الأسرة تقول له هذا عيب، أنت ولد فلان، أنت من القبيلة الفلانية، أنت من الأسرة الفلانية، فينشأ بهذه الطريقة فتحد من انطلاقه. حتى التخصص في الجامعة بعض الأحيان البيت كله مثلا تخصص معين، لو عربي لازم كله من عربية وهكذا، ما بالك به أو طب كلهم أطباء أو علوم شرعية كلهم علوم شرعية. ليه؟ لأن الأسرة تضغط في هذا الاتجاه، وهذا غير صحيح. صح. هذا الذي نريد أن نخاطب الشباب، لأن لكل شاب لا يمكن أن تكون الأسرة كلهم سواء. صح. إنما لماذا هم كانوا سواء في تخصص بعد التخصصات؟ بسبب هذه الضغوط. صح. وإلا قد تجده مثلا له ميول أخرى لو التحق بها لأبدع فيها. صح. بالذات أيضا في الأثر، أنا ما أدري عن شيخنا هل هذا يعني أثر أو لا، في الحديث أنه كل ميسر لما خلق له. لا، حديث صحيح. هذا حديث الشيخ. إذن كل ميسر لما خلق له معناته أنا ميسر لشيء قد لا يكون أخوي بالضرورة ميسر له، فبالتالي يمكن أنا أبدع في مجال هو أيضا ما يبدع فيه، والعكس صحيح، يبدع في مجال هو أنا ما أبدع فيه. هنا يا شيخنا اللي مفروض أن نحاول يعني قدر ما نستطيع نكتشف ذواتنا وما خلق الله عز وجل في بواطننا من إمكانية. هذا محور بخليه بعد شوي، بس الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر شبابك قبل هرم. السؤال، كيف نستفيد من هذا الحديث في واقعنا اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب باغتنم، يعني معنى ترى فرصة ولن تتكرر. وهي فعلا مرحلة عمرية واحدة، ما تجي. لذلك تسمع كثير من الناس، والله أني لو رجعت لكنت فعلت وفعلت، والله أني لو أرجع شاب لا أفعل كذا. هذاك العربي يقول على ليت الشباب يعود يوما، فأخبرهم أفعل إيش مشي بكل الدعوة حال على نبدأ. لذلك نقول خذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واغتنم. أيها الشاب، نحن نخاطبك، نقول أنت الذي تحدد. بعض الناس يقول والله أنا الوالد أو الوالدة أو الأسرة أو المجتمع يضغط علي. نقول ما عليك، تستطيع أنت بما عندك من إمكانات، وهي إمكانات الشباب. نعم. اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم، فإمكانات الشاب هائلة جدا في أنه يستطيع أن يغير حتى في أسرته. نعم. لكن بشرط أن يستوعب الشاب هذه القضية، قضية أنه يملك زمام المبادرة. نعم. يملك زمام المبادرة للتغيير في أسرته، ما ليس أسرته التي تغير فيه. إذا توصل إلى هذه القناعة ورغب في تحقيق ما يريد فهو سيفعل بإذن الله تعالى، سيفعل، أي أنه سيغير وسيتخذ القرار المناسب وسينطلق وسينجح بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الشباب وقال لهم اغتنم، أي أنها بيدك أنت، ليست بيد أسرتك ولا بيد مجتمعك، أنت الأساس. خطاب كان فرد، اغتنم، ما قال اغتنم شبابك، يعني أيها الشاب اغتنم شبابك. فلذلك لا تنتظر تقول أنا والله أحتري أحد يوجهني، أحتري أحد يعطيني، أحتري أحد يأخذ بيدي. أنت الذي ينبغي أن تنطلق بنفسك إلى المعالي. ولا لذلك من يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. لذلك الشاب الذي ما عنده طموح إلى أنه يصعد إلى أعلى الدرجات
وإلى أرفع مكان، فإنه سيبقى دائما تحت الأسفل. صحيح. ولا قيمة له. هذا شيخنا محور بكم معنا إن شاء الله تعالى أيضا حول هذا الحديث، ويعني وإن صح التعبير الرموز اللي موجودة اليوم، وأيضا الاهتمام اللي موجود في دعم الشباب حاليا، وسؤال سوف نطرحه على شيخنا بس بعد الفاصل عن كيف من يرانا من الشباب اليوم كيف أن يعرفوا ما بباطنهم من إمكانيات ومحفزات للوصول إلى المعالي كما تفضلت شيخنا. بس أستأذنك في فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. رياض السعادة. أهلا بكم مشاهدينا وبكل من انضم معنا في جزئنا الثاني، حديثنا اليوم عن روضة الشباب والمستقبل في برنامجكم رياض السعادة. ضيفنا الذي نجدد أيضا الترحيب به حلا مشكورا في استوديو البرنامج الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. شيخنا كنا واقفين عند سؤال بعدما وجهت الرسائل الجميلة للشباب عن اكتشاف ذواتهم، لا شك أن الأساس دائما هي القواعد اللي ننطلق منها لحياتنا. الشباب اليوم يحتاجون بشكل كبير أن تكون قواعد راسخة وترسانة حتى تكون انطلاقة قوية، يعني زي ما تفضلت في بيت الشعر الجميل، بدل ما نجلس بين الحفر نطلع فوق الجبل، لكن بعدنا بنطلع من قاعدة قوية. سؤالي كيف الشاب اليوم والشابة يبنون حياتهم على قواعد مبنية على الرواسخ والأداب الشرعية والأيضا الاجتماعية؟ لا شك أن أهم شيء في هذه القضية هو الإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن في هذه البلاد من النعم التي نحمد الله جل وعلا عليها أن ولاة الأمر والمجتمع وأهل الخير والأسر جعلوا القرآن الكريم أساسا في حياتهم وفي تربيتهم لأبنائهم. يعني لا لما تنطلق إلى المساجد يكاد لا يخلو مسجد لو في حلقة قرآن كريم. عندما تذهب إلى الأحياء لا يكاد يوجد حي ليس فيه دار لتحفيظ القرآن الكريم للنساء. عندما تنظر إلى التعليم هناك تعليم خاص بتحفيظ القرآن الكريم يركز على القرآن الكريم، هو كالتعليم العام لكنه فيه زيادة جرعة أكبر من حفظ القرآن الكريم، وهكذا مسابقات دولية تقام لحفظ القرآن الكريم. أقول هذا كله يجعلنا نستشعر أولا هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد، ثم بعد ذلك نعرف ونؤكد على أن المنطلق الأساس للشباب هو من القرآن الكريم. فمن أعظم ما يتسلح به الشاب وهو ينطلق في هذه الحياة وهو يريد أن يبني مستقبله وهو يريد أن يحدد أهدافه والغايات التي يريد أن يصل إليها لن يجد أفضل من سلاح القرآن الكريم. أولا لأنه يحفظ بالقرآن الكريم، فمن حفظ القرآن الكريم أو حفظ جزءا منه لا شك أن الله جل وعلا سيحفظه بهذا القرآن، والشواهد في ذلك كثير من حياة الناس، لأن الإنسان إذا كان مقبلا على كتاب الله فهذا كلام الخالق كلام الرب الذي يعطي الذي يمنع الذي يقدر، فأنت تتسلح بالقرآن الكريم. فمن أعظم هذه الأخلاق التي نؤكد عليها هو أن يتخلق الإنسان بالقرآن الكريم. لذلك لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. إذن ونحن نتحدث عن الأخلاق لن نجد أفضل من القرآن الكريم لكي يتسلح الشاب به ويجعله درعا ووقاية وخلقا له في هذه الحياة. لذلك ينبغي أن ينال حظه الوافي. يعني الآن نشاهد مثلا بعض الأسر بدأت تنصرف نتيجة لضغوط الحياة وضغوط الوظيفة إلى أهمية مثلا تعلم اللغات، فبدأوا وهي لا شك أنها مهمة اللغات ولا نتحدث عن أهميتها، ولكن أقبلوا على هذه اللغات على حساب اللغة العربية والقرآن الكريم. فتجد أن الشاب الصغير قد يتخرج من الثانوية وقد يتخرج من الجامعة وهو لم يدرس إلا القليل من القرآن الكريم، وهذا خطأ. وممكن تعوض هذا النقص بأنه إذا دخل في مدارس تعلمه اللغات أن تعوض ذلك من خلال حلقات التحفيظ
وهذا رأيناه بكثير من الشباب، تجده مثلا شاب متفوق في دراسته، يعرف لغات أجنبية، لكن مع ذلك تجده قد يكون حافظ للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الأسرة أرادت أن تجعل من هذا الشاب ناجح في كل مجالات الحياة. ومن الأمور التي أيضا أنا أؤكد عليها ومن خلال تجربة، أن القرآن الكريم كلما زاد حفظ الإنسان له، خاصة في مرحلة الشباب اللي مرحلة الحفظ، لا لو تجي للكبير تقول احفظ يجد صعوبة شديدة، صعب عليه، لكن الشاب الصغير يحفظ بسهولة. فإذا حفظ شيئا من القرآن الكريم واستمر في حفظه، فلا شك أن هذه الذاكرة تقوى عنده، وهذه أول البركات. فإذا قوت الذاكرة عنده معناه أنه سيحفظ لغات، سيحفظ معادلات، سيحفظ قوانين، سيحفظ إلى غير ذا أسماء مصطلحات. ليه؟ لأن الذاكرة عنده قوية جدا من خلال حفظه للقرآن الكريم الذي يسره الله سبحانه وتعالى للذكر. فهذه من أول وأهم القضايا التي نؤكد عليها، بأن الشاب ينبغي أن يحفظ القرآن الكريم أو شيئا منه، بل هي تساعده على تقويم لسانه. أنا أتذكر كان أحد الأساتذة القرآن الكريم قديما هذا الكلام، في مناسبة من المناسبات وهو حفظ على يديه مجموعة من القراء، كان يقول في أثناء أهمية الحفظ، قال: وأن الحافظ يكون أقدر الناس على الحديث أمام الناس ومواجهتهم والحوار معهم وإيصال المعلومة، لأنه تجعله يزداد ثقة بنفسه وتقوم لسانه وتساعده في الانطلاق والحديث. هذا كله من القرآن الكريم. إذن أيها الشاب، أنت الآن أمام كنز عظيم وكبير، عليك أن تقبل عليه، خاصة في هذه البلاد ولله الحمد التي أنا متأكد أنه ما فيه شاب بأقدامه يستطيع أن يصل إلى حلقة من هذه الحلقات في القريب من بيته، لا يمكن. في الغالب أنه قريب من بيت كل شاب في المملكة حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بالرجلين يوصلها، بالرجلين ما يحتاج إلى سيارة، وهذا من النعم التي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. لذلك أصحاب الحسد والغيظ دائما يصرحون بما الألم الذي يجدونه في أنفسهم بسبب السوء الذي عندهم من انتشار هذه الحلقات، ومن الخير الذي تقدمه للمجتمع في الحسود والحاقد والكاره لديننا، لا شك أنه يؤلمه هذا الشيء. لكن نقول هذا الألم، يقول الصراخ على قدر الألم، فلأنه يشاهد أن هذه البلاد ولله الحمد دائما من ولي أمرها، وعلى مر هذه الدولة كل الملوك يؤكدون على أنهم خدموا للحرمين الشريفين، وأن الكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي دستور هذه البلاد، وهي المنطلق، وهي التي يعود إليها التشريع والقوانين والأنظمة. هذا يؤلم بعض الناس، فهو يريد أن يتخلص من ذلك، لكن لن يصل لذلك بإذن الله تعالى. المهم نعود إلى الشباب، إذا نخاطب الشاب فنقول له: هذا القرآن الكريم الذي هو متاح لك ينبغي أن تستغله، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، خاصة أيضا صحتك قبل سقمك، إذا كنت صحيحا شاب صحيح، مع أن مثل هذه الأمور لا علاقة لها بالصحة، كم من شاب معاق أو مريض ولكنه يستطيع أن يقبل على كتاب الله وأن يقبل على كثير من القضايا التي قد يعجز عنها لا صحة، لكن هي نعمة ينبغي أن يستغلها الشاب. فإذا هذا الشاب نقول من أعظم الأخلاق التي تتخلق بها هي حفظ القرآن الكريم أو حفظ شيء منه، ثم بعد ذلك قراءة السنة والسيرة النبوية. سنجد فيها دروس كثيرة لشباب كانوا منارات في شبابهم من حيث العطاء. يعني عندما تنظر إلى علي رضي الله عنه وهو الشاب الصغير ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، وهو يعلم بأن خلف الباب رجال أقوياء معهم السيوف، في أي لحظة قد يدخلون ويدفعون الباب ويقتلون هذا الذي هو نائم في فراشه. لكن هذه الحماسة وهذه القوة وهذه التضحية وهذا العطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه لا تنبع إلا من الشباب، هم أقدر الناس وأقوى الناس
حتى أقوى من الكبار في مجال التضحية، لأن الإنسان إذا كبر بدأ يتعلق بأولاده، بدأ ذلك يقولون الأولاد مجبلة مبخلة. فأنت أيها الشاب الحمد لله ما عندك مشكلة، لا مجبلة ولا مبخلة، فعليك تبني نفسك وتنطلق في هذا الأمر وتعطي، فهذا أمر مهم جدا للشباب. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الشباب فيها دروس عظيمة وكبيرة جدا في هذه المرحلة التي تجعل الشاب يتخذ قدوات. نعم، تعتبر هذه بعد شيخنا من أهم الأساسات، أساس التعلم من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأمل فيهما كأهم مصدرين للشباب لبناء الأساسات اللي ننطلق منها. لا شك أنها مصادر تعلم للكل، ولكن مرحلة الشباب تزداد أهميتها، لأن لو بسطناها شوي بنقول مثل العجينة اللي تتشكل، أنت وعجينتك إذا شكلتها صح طلعت أمورها زينة فبتخدم صح، وكيف بيطلع الخبز جميل للأكل، والعكس بالعكس. شيخنا خلينا نشوف بس استطلاع عدلنا الزملاء وسؤال سألنا يعني لعموم الناس حول ما هي أهمية الشباب بالنسبة للأسرة والمجتمع، نبغى نشوف هذا الاستطلاع ثم نعود أيضا لتعليق شيخنا عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. نشوف هذا الاستطلاع الذي عده الزملاء ثم نعود لمواصلة فقرات حلقتنا هذا اليوم، ابقوا معنا. السعادة. طبعا الشباب يعتبر عماد الأمة، والشباب حقيقة هو حاضر الأمة ومستقبلها، أهميته عالية جدا من حيث الاعتماد عليه وتحمل المسؤولية والسعي نحو الرقي به لكي يكون عماد لهذا المجتمع. والأسرة طبعا هي لبنة الأولى لتكوين المجتمع، فإذا كان الشباب في داخل الأسرة ناجح وبإذن الله تعالى مقتدر على أن ينمي نفسه يكون المجتمع بأكمله في هذا الحالة استطعنا أن ننميه. الشباب هم عماد الأمة، فإذا صلحوا الشباب وبنوا مجتمعهم وأسرهم فالأمة إلى خير، وإذا كانوا بعكس ذلك فللأسف قد تكون النتائج عكسية. فأرجو بالله سبحانه وتعالى أن يصلح شباب المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يهتموا بأسرهم وبأنفسهم لأنهم عماد المستقبل. الشباب هو دعامة الأساسية للمجتمع ولبنة الأساس اللي يبني عليها المجتمع هو الشباب. بالنسبة لدور الشباب بالنسبة للأسرة تلبية احتياجات الأسرة بشكل عام، وكذلك هو يعني هو أساس البناء الأسرة اللي يعتمد عليه الأسرة في تأدية كل مهامهم. الشباب هو العنصر الفعال في المجتمع، هو يعتبر هو قاطرة المجتمع، لأنه هو في النشاط وفي الحيوية، وهو اللي عنده الاستعداد للتعلم ولاكتساب الخبرات. رياض السعادة. أهلا بكم مشاهدينا وبكل من انضم معنا. شيخنا تبغى تعلق على التقرير؟ حقيقة فيها لفتة جميلة ذكرها أحد كبار السن عندما قال على الشباب أنهم هم عماد الأمة ومستقبلها. فالشاب هذا إذا صلح في مرحلة شبابه سيكبر ويصبح ناجح في حياته ويعطي ويضحي ويقدم المشاريع الكبيرة التي تستفيد منها الأمة. ولا شك أن حديثنا عن الشباب لأن هي المرحلة التأسيسية للمجتمع صح. فالغالب أن كبير السن خلاص هو كون نفسه في هذا الاتجاه، ما يغير اتجاهه في الغالب، يعني هذا ما في إنسان مثلا وصل عمره 50-60 وله اتجاه معين أنه يغير هذا الاتجاه إلى اتجاه آخر، ما حد يقدر صح. لأن خصوصا في هذا الزمان يعني ولو غيره غيره نسبيا يعني ولو غيره فهو نسبي، لن يكون كالذي بدأ فيه من أول حياته. لذلك المستقبل هو يبدأ من الشباب، وهذه القضية مهمة جدا في الإشارة إلى الخطط المستقبلية التي تعدها الدول. الدولة التي تبني خططها على الشباب هي التي تنجح، ليست الدولة التي تبني خططها على المال أو الثروات لأن هذه لا تبني أبدا. المال والثروة لا تبني مجتمعات ولا تبني دول، إنما تبنى الدول وتقوى الدول بالشباب. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال واضح وصريح، كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع،
من شدة الجوع. صحابته الكرام كان بعضهم إذا نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجوههم الحجس والضعف من قلة الطعام، يعني ما في ثروات، ما في طعام يأكلونه. ولكن هذه الدولة كانت مليئة بالشباب، شباب الذين لهم طموح. النبي صلى الله عليه وسلم صنع في الشباب وحث الشباب اغتنم خمسا قبل خمس. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله جل وعلا الخالق أن أعظم استثمار هو الشباب، ما شاء الله. فلذلك كان الشباب بعد ذلك يسقطون أعظم دولتين، دولة كسرى ودولة هرقل، ويبنون أعظم دولة مرت على التاريخ التي حكمت مشارق الأرض ومغاربها. إنما هذا بالشباب ليس بالثروات. فلما جاءت الثروات بعد مرور الزمان ودأت الأموال الهائلة للدولة مثل العباسية أو الأموية، تجد أن الدولة الأموية سقطت بسبب المال، هذا من أسباب سقوطها. دولة الأموية، دولة العباسية سقطت بسبب المال، ولا تجد دولة سقطت إلا إذا كثر المال عندها، نعم، مع غفلة عن أهمية الإعداد في الشباب والاستثمار. صح تعبير المعرفي اللي هو استثمار في البشر، في رأس المال البشري اللي ما يعوض. شيخنا إن سمحت لي قاطعك بس عشان نطلع فاصل ثاني وبعدين بنرجع نواصل حديثك الجميل هذا، وأيضا بعد كثير من المحاور اللي متبقية معنا في حلقة وفقرات اليوم. فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا، ابقوا معنا. رياض السعادة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بكل من انضم معنا في جزئنا الثالث من حلقة اليوم في برنامجكم رياض السعادة. حديثنا اليوم عن روضة الشباب والمستقبل، وضيفنا هنا الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي، عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وجد الترحيب بك وبالحديث الجميل، يعني صراحة اللي قاعد يأخذنا الوقت وحنا ما قاعد نغطي محاورنا، لكن إن شاء الله نغطيها كلها قبل نهاية الحلقة بإذن الله. الحث على روح الشباب واستثمار وقتها يمكن ما قصرت الشيخان فيه أنت، وجانب آخر يكتمل مع منظومة حث الشباب على استثمار وقتهم أو على استثمار ذواتهم، على اكتشاف ذواتهم بشكل صحيح. سؤال الشيخنا ما يتعلق مباشرة بقضية المعاني الإيمانية، يعني هل يجتمع تشاؤم وشباب، وش يلعب دور التفاؤل في حياة الشاب اليوم؟ لا يمكن أصلاً أن تقول شباب وتشاؤم. الشباب هي مرحلة عدم التشاؤم، يعني لو أردنا أن نضع لها من التعريف لن نجد تعريف من أفضل من هذا التعريف الذي ذكرته، أنه الشباب هو عدم التشاؤم وعدم اليأس والانطلاق. لذلك الشباب يصنعون أشياء عند الكبار يرونها من المستحيلات أو من الصعوبات أو من الأشياء التي لا يمكن أن تحدث، لكن الشاب لا، الشاب إذا وضع شيء في رأسه، خاصة ولله الحمد أننا في ديننا ليست هناك أي قيود في العلم. الإنسان له أن يتعلم. الله جل وعلا قال عن الكون أنه موزون، خلقه موزون، وأنه يسير وفق قواعد ليس هكذا عبثا. الله جل وعلا، وأن الحياة ينبغي أن تكون سبب للانطلاق والتبصر. وفي أنفسكم أفلا تنظرون، أفلا ينظرون، أفلا تبصرون. يعني كل هذه محفزات للشباب، ذات الشباب، إلى أن ينطلق في كل مجال من غير قيود في الحياة ينطلق. فمن هذه المنطلقات نقول لا تشاؤم عند الشباب. أنا متأكد أنك لما تنظر في الواقع ستقول معي نعم والله مع شباب، إلا إنسان مريض. يعني شاب عنده تشاؤم فترى مريض بمرض التشاؤم. لا لا، مو مرض التشاؤم، لا، مريض بأمراض نفسية وعقد. نعم لا يمكن، لا يمكن يكون شاب سوي وعنده تشاؤم أبدا، ما يستقي، ما تجي أصلا، ما تجي. دعم إذا وجد شاب متشائم فأعرف بأنه عنده مشكلة نفسية أثرت على شبابه وجعلته يخرج من مرحلة الشباب ويصبح مقيدا لهذه الأمراض التي فيه، فلذلك هو متشائم. طيب وش رأيك يا شيخ لو الحين وإحنا قاعدين نتكلم في مجلس الشباب قاعدين يتكلمون عن أشياء سلبية، وش بتقول؟ الحديث عن الأشياء السلبية ليس التشاؤم،
وليست عيبا ترى. يعني اللي يسمى نقد الذات، إبداء الرأي، المشاركة في أخطاء بأن هذا خطأ، هذا لا يضر أحد ولا يمكنه أحد، بل ينبغي أن يعطى ذلك للشباب. كان الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك، هذه الحرب والمكيدة أم هو وحي من الله سبحانه وتعالى؟ إن كان حرب ومكيدة نعطي رأي، هذا ما هو مكان تنزل فيه يا رسول الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بس عود الشباب على أن يقولوا ما عندهم وينقدوا من غير تردد. فلذلك روح النقد لا ينبغي أن تكون عندنا حساسية فيها. يعني مثلا أنت إذا كنت ولي أمر في أسرتك أو في مجتمعك أو في إدارتك، الناجح في قواعد الإدارة الآن هو الذي يتواصل مع من هم تحت يده لتحديد السلبيات والأخطاء والمشاكل. أما اللي يقول لا أحد يتكلم ولا أسمح بالحديث ولا تنقد، فهذا لن ينجح في إدارته، وهذا شيء بديهي ومعروف، لأن هذا الشاب هو الذي يمارس، هو الذي يعيش هذه الحياة، هو الذي يعيش هذه الإدارة، هو الذي يعيش هذه الأسرة مع هذه الأسرة، فهو يعرف أكثر مما تعرف. لذلك تجد أن بعض الأسر ولي الأمر فيها ناجح في تربية أبنائه. لماذا؟ لأنه عودهم على الصراحة والنقد، ذكر السلبيات. والله يا أبوي أنت دائما تطلع تسهر خارج البيت، خليه يقول لك كذا يا أب، ليه تزعل؟ خليه يقول لك أنت. جيب مثال ثاني شيخ، بيزعل عليك أغلب الناس يشوفونك كل الناس. لا 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 لا، خليه يقول لك هكذا، لأنك فعلا أنت ما تدري عن نفسك. يعني بعض الناس قد يكون مندفع مع أصدقاء أو زملاء وسهرات واستراحات، وهذا الواقع الآن. لكن إذا كان معود أبنائه على أنهم ينقدون، فهو سيقول له هذا الشيء وهذا وهذا. ولذلك ذكر السلبيات أنا بتصوري أنه ليس عيبا وليس من التشاؤم، لكن إنما هو وهو الذي أعتقد أنك تقصده، أنه يكون ذكر السلبيات من باب الاستسلام وعدم التغيير. بالضبط، اللي هو أنه يعطيك كل شيء أسود في الواقع. وش تسوي يا الوضع كذا، ما في خير، الناس رايحة إلى أقصى اليسار، الناس هلكت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، يعني هو الهالك. صحيح. وفي بعض الشروحات وروايات أهلكهم، أي أنه هو الذي تسبب في هلاكهم، لأنك إذا قلت هذا الكلام فهذا هلاك. وكيف أنت شاب اليوم عم عليك كثير، يعني فتذكر السلبيات من باب النقد والتوجيه والتناصح والمشورة. هذا جيد، ولكن ذكر السلبيات من باب التقاعس والركون والاستسلام لا شك أن هذا سيء، وهو يختلف ترى عن التشاؤم. وإن كان في شيء من التشاؤم، لكن هو يختلف عن التشاؤم، هو إن صح التعبير داء يصيب مرحلة الشباب. هو داء من الأدواء التي تصيب مرحلة الشباب، فتجعل الشاب يتقاعس وينتكس ويتراجع عن تحقيق مطالبه، وهذا يعني يؤثر في الشباب. ولكن الشاب الناجح، الشاب العاقل، هو الذي ينظر إلى هذه الملحوظات أو هذه السلبيات ويقول: ينبغي أن نغير، وكل منا ينبغي أن يكون له دور، وأنا أبدأ بنفسي، وإن كان مثل هذا منتشر أنا لن أستسلم. فإذا كانت هذه الروح عند الشباب تتغير المجتمعات. فعلا أنت أشرت دكتور الآن نقطة مهمة جدا، اللي هي بداية بالنفس. البداية بالنفس. دائما قد نحن نشوف الناس ومهمتنا أن نصنفهم ونشوف مشاكلهم وش يحتاجون، لكن ما بدأنا بأنفسنا. يعني ما بنفسك ببدأ وإحنا مسؤولين عن أنفسنا، يعني بعدين الواحد يعني من تحت يده من أسرته. أيضا الحديث عن الشباب، ذكرت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي موقف هذا العظيم في العطاء والتضحية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى فراشه، يعني مكيدة الأعداء لو جاء شيء يجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، في يمكن موقف من أعظم مواقف، مو بيمكن أكيد من مواقف التضحية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ تحديدا. لكن شيخنا أيضا علي بن أبي طالب هو أول المسلمين من الشباب، وأيضا الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. الله يجعلنا وإياكم من الجنة ومن يسمعنا ومن يشوفنا. والجنة يعني معناها أنهم شباب ترى. بالضبط، ما يدخلون في سن الشباب. نبغى نتكلم على المحور شيخنا معك. نبغى نبدأ من هؤلاء البارزين في فئة الشباب من الصحابة رضي الله عنهم المعاصرين، وعن ربط هذا المفهوم بصفة أهل الجنة أنهم من الشباب. لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والشباب، يعني مثلا من النماذج العظيمة
مصعب بن عمير، شاب صغير في السن، وكان يعيش في أسرة تغدق عليه من الأموال والترف والحياة الرغيدة ما لا يخطر على قلب أحد، بل كانوا إذا مر بشارع من الشوارع أو طريق من الطرق في مكة يعرفون بأن مصعب مر من هنا لرائحة العطر الفواحة التي تنتشر. هذا الشاب الذي عاش مدللا مترفا منعما مات شهيدا ولم يجد كفنا يكفن به، وهو في اللباس كان محل العين ويملأ هذه العين، ورائحته تفوح في مكة كلها، لكنه لما أسلم وآمن فإذا به يضحي ويتحمل العذاب والمشقة وينطلق. يعني هل نحن نقول قبل قليل للمتشائمين، هل أنت كمصعب وما وجهه في مجتمع يغلب عليه الشرك والفساد والانحراف العقيدة، لكن هل استسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد تحت ظل الكعبة قال يعني ألا ترى ما بنا، ألا ترى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة والله ليتمن الله هذا الأمر، ثم بعد ذلك ختمها بقال ولكنكم تستعجلون، وأوصاهم بالصبر. فلذلك نحن نوصي الشباب بالصبر. نعم في تحديات، في عقبات، في مشاكل، في جوانب سيئة وسلبية لا يخلو منها أي مجتمع ترتفع وتقل من عصر لآخر ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولكن مربط الفرس عليك أنت أيها الشاب. إحنا لما قلنا قبل قليل أنها لا بالثروات ولا بالجامعات ولا بالمدارس، إنما نجاح الأمم بشبابها. إذا كان أنت أيها الشاب هو يعني يسمع هذا الحديث بإذن الله تعالى وسيستفيد منه، إذا كنت أيها الشاب عندك طموح وعندك رغبة في التغيير ولك هدف تريد أن تصل إليه، فاعلم بأن هذه العقبات كلها مهما علت ستزول أمام رغبتك وطموحك. فقل انظر إلى هؤلاء الشباب، معاذ ومعوذ بني عفراء شباب صغار، فإذا بهم في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم يسألان في غزوة بدر أين أبا جهل، يسألون أحد الصحابة قال ماذا تريدان به، قال نريد أن نقتله لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فشباب بهذه الهمة والطموح والقوة يريدون أن يستهدفوا رمزا من رموز الشرك والكفر في معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. كل هذا للتأكيد على أن الشباب لا يقف أمامهم شيء وعندهم قدرة على التغيير هائلة جدا. إذا عرف الشاب هذه الإمكانات في نفسه وهذه القوة لديه فوالله لن يقف أبدا، وسينطلق وسيغير في نفسه في أسرته في مجتمعه في بلده. كم من شاب يعني لما تأتي إلى العظماء في التاريخ وفي ماذا كانوا؟ كانوا شبابا، لكنهم لما تدرس سيرتهم في شبابهم هل كانوا مثلا شباب غير طامحين؟ لا، كانوا شباب طامحين واجهوا صعوبات ومشاكل وتحديات كبيرة. ما في أحد من العظماء ولد وهو في فمه ملعقة إلى أن أصبح عظيما، لا أبدا. العظماء هم الذين يكابدون ويجاهدون وينطلقون ويواجهون الصعوبات والمشاكل، هؤلاء هم العظماء في مرحلة شبابهم، فلما وصلوا إلى هذه المراحل كان أثرهم عظيما، ولكن إنما هم بنوه في مرحلة الشباب. أمن الأوطان شيخنا دائما نبدأ من الشباب، الأمن الأخلاقي الفكري حتى في الأمن في جميع مفاهيمه إنما يبدأ من الشباب، لأنهم هم يعني قاعدة العريضة في المملكة العربية السعودية، يعني تحظى بنسبة عالية، يمكن حتى في كثير من المحافل نسمع يعني اهتمام كبير جدا من القيادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
وهو الذي يعني منذ أن كان في مسيرته في أمارة الرياض يدعم هذا المجال وفي مركزه للشباب، كذلك سمو ولي العهد صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان في حديثه عندما قال أن نسبة الشباب تفوق أكثر من 55 أو 60% من المجتمع السعودي. إذن عندك أنت رقم يحتاج أنك تستثمره ويحتاج أنك أيضا تنتبه له. السؤال الأهم، هذا الدعم الموجود الآن حاليا من المملكة لشبابها، كيف يقدرون يستغلونه؟ ونحن نشاهد اليوم تجسيد دعم الشباب في تمكينهم من مناصب قيادية في المملكة لدعم عجلة التنمية وأيضا استدامة هذا العطاء المملكة العربية السعودية. سؤالي، من يشاهدنا اليوم في هذه البيئة المهيئة في جميع جوانبها، كيف يستثمر الاغتنام الذي بدأناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم. حقيقة يعني ما ذكرته من اهتمام بالشباب من خادم الحرمين الشريفين وحرص على أن يتولى المسؤوليات وقيادة هذه البلاد أن يكون من الشباب، فولاية العهد في شاب والوزراء شباب والقيادات أكثرها من الشباب، فلا شك أن هذا من الجوانب التي تبشر بالخير. طيب شيخنا إن سمحت لي بس، لأنه فيه أمثلة أنت واضح أنت بتقولها قاعد تحضر لها عن موضوع دعم الشباب المملكة، هذا الموضوع مستحيل أني بقوله في 30 ثانية نطلع فاصل، خليني بطلع فاصل بعد إذنك ونرجع نبغى نتكلم عن يعني حقائق فعلية، لأن كل من يشاهدك أنا أبغى نستفيد منك يا شيخ في أنه كيف يستثمر هذه الإمكانيات الموجودة في دعم الدولة للشباب واستثمارها لهم لصالح الشباب اللي أصلا ما هيئت لهم. بس بعد الفاصل إن سمحت لي شيخ خالد. إذن فاصل أخير ثم نعود لمواصلة جزئنا الأخير وفقرتنا الأخيرة وأيضا استطلاعنا اللي سوف نعرضه بعد إن شاء الله تعالى الفاصل في حلقة اليوم من برنامجكم رياض السعادة، ابقوا معنا. رياض السعادة. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج الرياض السعادة، موضوعنا اليوم الذي ينبض بحياة الشباب عن روضة الشباب والمستقبل، وضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. شيخنا وصلنا للجزء الأخير وتحدي بيننا كبير أن نخلص محاورنا كلها والموضوعات تجي أيضا حتى من بعض يعني في الهاشتاج في هاشتاج البرنامج. سؤالي شيخنا، الدعم اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل والنماذج اللي موجودة اليوم في المملكة من دعم الحكومة لمجالات الشباب، كيف يغتنمها الشاب لتحقيق رؤيته وتنمية هذا البلد؟ الموضوع اللي بدأناه قبل قليل وهو اهتمام هذه البلاد الآن بالشباب، يعني هذا لا يختلف عليه أحد أننا نعيش مرحلة الشباب. نعم. وكل دولة يتولى أمرها وأعمالها شباب تنجح، مثل ما ذكرنا في بداية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه بالشباب استطاع أن يقيم أعظم دولة. الدول الأخرى بالشباب بنت أعظم دول وسقطت بسبب المال والترف والبعد عنه. إذن مقومات النهوض والعطاء محورها الأساس ومرتكزها الشباب. فنحن ذكرنا أن الملك سلمان حفظه الله اهتم بالشباب منذ قديم الزمان، ومركز الملك سلمان رعاية الشباب يعني من المراكز التي لها دور، وجهود الملك سلمان في مسابقات توزع على الشباب وعلى مشاريعهم الطموحة، وعلى هذه دائما في وسائل الإعلام نشاهدها من باب تشجيع الشباب، مجاريات الأعمال أيضا كذلك الجوائز المقدمة أيضا من خلال باسم الملك حفظه الله في مجال ريادة الأعمال، حتى مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية في على قبل أيام كان يستقبل شبابا. نعم. وهو نعم. يعني رأس الهرم. كل هذه رسائل توصلنا إلى أن الحمد لله هذه البلاد تسير في الطريق الصحيح. يعني ما نشاهده هذه الأيام من مثلا حرب على الفساد تقوم بها الدولة، من تغيير مسارات كانت تكاد تكون من المستحيلة حقيقة، يعني هناك قرارات اتخذت قد يقول الإنسان أنها كانت من المستحيلات، ولكن بالشباب أصبحت من أبسط الأمور. نعم. لأن الشاب قدرته على التغيير وتحمل مسؤولية ما ينتج عن ذلك وقناعته وحماسه لعمله لا توجد عند الكبير الذي مثلا قد يغلب عليه المؤثرات الكثيرة التي تراكمت على مر السنين. فلذلك الشباب نحن نقول لله الحمد
بل الآن في بعض الوزارات، يعني أنا في واحد من الوزراء أنا درسته وأنا من الشباب وهو من الوزراء الآن، لكنه شاب صغير وناجح في وزارته يقدم يعني صور رائعة في النجاح والعطاء. إذن هذه القضايا تؤكد على أن هذه البلاد ولله الحمد قد أمسكت بحبل التنمية القوي، وبدأت تنطلق انطلاقات قوية جدا في التغيير. يعني الميزانية أعلنت هذه الأيام وكان فيها البشائر، إنما كانت بقرارات اتخذها شباب، فكانت أعلى ميزانية، مع أن الناس كانت تتشائم وتتوقع بأننا بعضهم يعني وخاصة من الكبار وليس من الشباب بأن من أسوأ إلى أسوأ، لكن الشاب ما يقول هذا، الشاب عنده طموح ويتوقع بأن هناك تغيير. ورأينا الميزانية الحمد لله أعلى ميزانية سجلت في التاريخ، مع أن البترول وسعر البترول ما تغير كثيرا، تحديات قد تكون كثيرة يعني. بالضبط، لأنه هذه يؤكد ما تكلمنا عنه شيخنا في قضية استثمار رأس المال البشري من شباب المملكة اللي قاعد يترجم الآن واقعيا على كثير من أجهزة مؤسسات الدولة. إن سمحت لي امتدادا لحديثك هذا، أيضا هناك استطلاع عدلنا الزملاء في هل السؤال الكبير كيف ننمي قدرات الشباب أيضا لتعزيز استقرار المجتمع بالشكل اللي تفضلت فيه في حديثك، ونعود أيضا لتعليقك ومواصلة حديثنا فيما تبقى معنا من وقت البرنامج. إذن استطلاع الجزء الثاني في هذا السؤال المطروح على عموم الناس نشاهده معكم مشاهدينا، ثم نعود، ابقوا معنا. رياض السعادة، نمي قدرات البطالة كالثقافة، الثقافة وبالدين، هذا ينمي قدرات الشباب. تنمية قدرات الشباب بتهيئة الظروف المناسبة للعلم والثقافة والأدب والأخلاق وتهيئة السبل الحياة العيش الكريم. قدرات الشباب بدك تنمي قدرات الشباب، أهم شيء تهتم بالتعليم، التعليم الصحيح هو اللي بنتج لك شباب يعمل مستقبلا يحب العمل اللي يقوم فيه، يؤدي العمل بطريقة صحيحة بناء على الأشياء اللي تعلمها واستفاد منها أثناء، طبعا يبدأ من التعليم من الصغر، أهم شيء بعدين الجامعة وكذا، بس التعليم بالابتدائي أهم لسه من التعليم بالمرحلة الثانوية من التعليم الجامعي. يجب أن نعزز فيهم الثقة ونعزز فيهم حب العمل وخدمة وطنهم، وأعتقد أن خاصة في هذا الدور في وطن الحبيب المملكة العربية السعودية نشاهد الحكومة أيدها الله تعمل بشكل كبير لخدمة الشباب ولاستنهاض همم الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال ومنها شبابه فيما أبلاه. فيجب على الشباب أن يستنهضوا الهمم وأن يقوموا بدورهم المأمول إن شاء الله في بناء مجتمعهم وخدمته في طبعا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. رياض السعادة، أهلا بكم مشاهدينا وبكل من انضم معنا في جزئنا الأخير. هذا استطلاع الشيخ كنت بتعلق عليه، كان لك تعليق جميل، احنا قاعدين نشوف الاستطلاع. والله أنا لاحظت شيء يعني، وهذا يعني بما يشكر عليه الشباب اللي يقفون خلف هذا البرنامج، وهم انهم اختاروا كبار السن. وهذه لفتة جميلة حقيقة، بأن كبار السن خاصة السؤال الذي طرح عليهم، يعني ما ينبغي اللي يجيب عليه الشاب، الشاب كان الإجابة من كبار السن وكانت إجابات جميلة تنم عن خبرة في الحياة. يعني مثلا أحدهم أشار إلى أهمية التعليم في المراحل الأولى، وهذا ما أشرنا إليه عندما قلنا حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغات وتعلم العلوم ويكتسب الإنسان المعارف. المراحل الأولى وهي تبدأ من المرحلة الابتدائية، إياك يعني أن تؤخر يا ولي الأمر في ابنك وفي طفلك عملية البناء. أنت ما تزرعه فيه في مرحلة الطفولة ستكون منطلقا له في مرحلة الشباب،
يعني طفولة ليست إلا زراعة، ما فيه الطفل ما يقدم شيء، صحيح. إنما تزرع فيه تزرع فيه تزرع فيه فقط. لكن مرحلة الانطلاق والبناء والعطاء وتقديم شيء لنفسه ولدينه ولوطنه إنما هي في مرحلة الشباب. فإذا كان البناء يبدأ من المراحل الأولى فهذا مشروع لشاب ناجح يعني، وإذا كان شابا ناجحا فمعناه إنسان كبير بأسرته أو في إدارته ناجح أيضا بإذن الله تعالى. بإذن الله. لذلك إحنا نقول أن نشكر هذا الذي أشار إلى هذا الجانب. جميل. ثم أيضا أحدهم أكد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه. فيما أبلاه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على الشباب، والنصوص في الشباب كثيرة جدا، بل عندنا في جامعة الإمام في قسم الدعوة المعهد العالي للدعوة والاحتساب عندنا رسالة دكتوراه قدمت عن الشباب، وكانت رسالة لها وقع جميل وانتشار بين الناس وفيها لفتات رائعة ومهمة جدا عن هذه المرحلة مرحلة الشباب. جميل. باقي معي دقيقة أخيرة بخليها لك يا شيخ في محورنا الأخير المهم. اليوم تكلمنا عن الشباب وبنختم عن اللي أثرون في الشباب اللي هم الآباء، وش تبغى توجه لهم رسائل لينطلق الشباب إلى حياتهم ويستفيدوا بكل ما تطرقت إليه من محاور من رسائل من روضة الشباب والمستقبل، لكن الآباء اللي هم أيضا حجر زاوية في هذا الموضوع وش توجههم الرسائل؟ طبعا ونحن نتحدث عن الشباب لا نقصد الشباب اللي هو الذكور. نعم. في الشريعة الإسلامية وفي اللغة العربية إذا أطلق الشباب فهو ينصرف للذكور وللإناث. نعم. هذا يعني باب كنا نتمنى أن أكد عليه من البداية. لا لا لفتنا في بداية الحلقة. إيه؟ قلنا أن الحديث هذا تراه شامل يعني الشباب. إيه؟ حقيقة أؤكد على قضية مهمة وهي دائما يكون لولي الأمر فيها دور، وهو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا سلام. وهذا قد يكون عند الشاب رغبة، لكن أحيانا وهذا للأسف بدأ ينتشر ويظهر أن بعض ولياء الأمور يقول لا كون نفسك لين تصير عندك، وهذا خطأ. ينبغي أن نشجع الزواج، زواج بين الشباب هي زيادة لفرص النجاح. هذه الرسالة جميلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمح لي نقول هذه أول رسائل في جزء آخر إن شاء الله أو في الحلقات القادمة أكيد بنكمل معك، الموضوع جدا شيق والحديث معك أيضا شيق دكتور، وفعلا ما انتهينا، باقي كثير من الرسائل اللي نوجهها، لكن إن شاء الله في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى نكمل ما توقفنا عنده. شكرا لك فضيلة الأستاذ الدكتور خالد ابن عبد الرحمن القريشي عضو لجنة البرامج التوعوية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرا لك شيخنا. ولكم أيضا. والشكر موصول لكم أنتم متابعينا في روضة المستقبل وأيضا روضة اليوم وواقع اليوم، روضة الشباب والمستقبل وصلنا إلى ختامها، وبلا شك هي رسائل بدأت ولكن تنفيذها عمليا وواقعيا بين أيديكم الشباب، كما قال ضيفنا ذكورا وإناثا أنتم رهان المستقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته في أمان الله. السعادة ثمرة من ثمرات الإيمان والصدق والإخلاص في العبادة. رياض السعادة.